الجمهور السوداني الذي انشق الى قسمين، قسم الفريق المصري وايضا الفريق الجزائري. اجواء كرويه بحته، جماهير عاشقه لكره القدم. هنا معي بعض الجماهير السودانيه. اليوم كيف تشوفوا الحدث هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرون. من انت من وين انت تحضر؟ ها؟ انت من وين؟ حضرون من الجزائر. انت من وين؟ الجزائر. الجزائر يا حبيبي. الواير واير حبيبي. حضروني. من الجزائر. مرغايه. من الجزائر. قول لي المباراه اليوم كيف؟ حقرونا. كلمني اليوم، قول لي حقرونا ايش هذه؟ قول لي حقرونا. كلام عربي. قول لي شو صاير اليوم؟ المباراه هذه كيف اليوم؟ يو حقرونا صديقي. يلا معلش ان شاء الله. قول لي اليوم ايش اللي حصل؟ والله اول حاجه نشيد بقناه الدوري والكاس من السودان من هنا، والمباراه ان شاء الله في اجواء طيبه، وحتطلع مباراه جميله جدا بين شغائن العرب والجزائريين، ونحن في النهايه عرب ودارين. لو مصر طلعت كاس العالم ولا الجزائر